محمد علي هو ابن الخديوي توفيق ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن محمد علي باشا الكبير، يعني هو حفيد محمد علي باشا الكبير مؤسس الاسره العلويه. الامير محمد علي اتولد سنه 1875 توفى سنه 1955 بعمر 180 عام. الامير محمد علي كان عنده حلم ان هو يبني قصر يجمع فيه كل الطراز الاسلاميه في القصر هنا، لان كان الطراز الاوروبي هو اللي بيعم على مير المصريه. تاريخها بيرجع من ايام المماليك، من ايام الامير العيني، في ايام السلطان جقمق. الامير العيني دوت كان صاحب هذه الارض، كانت عباره عن متنزه كبير. وجه ايام محمد علي باشا الكبير كان عنده نظام اسمه نظام احتكار. نظام الاحتكار ده عباره ان هو الارض ارضه وبيوزعها على كيف يشاء من الاسره العلويه. فكان من نصيب الوالي ابراهيم، كان ليه نصيب هي قطعة الأرض ديت، وبعدين تورثها حتى وصلت إلى الخديوي إسماعيل. فترته كان في ازمات ماليه، اضطرته ان هو يبيع قطعه الارض، فبيعت لي وادي فرنسي كان موجود في الوقت دوت، وبعدين اخذها الامير محمد علي منه وبنى القصر. كانت الارض اصلا كان اخذها سنه 1902، انشا القصر سنه 1903، وكانت اول سرايا في القصر انشات سنه 1903 هي سرايا الاقامه. القصر هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن ثلاث سرايات، سرايا الاستقبال او من ندخل، بعد كده سرايا الاقامة، بعد كده سرايا العرش، بعد كده المتحف الخاص والقاعة الذهبية. لو هنيجي برضو هنا على اليمين هنلاقي برضو برج الساعة، السبيل، المسجد الاثري، متحف الصيد.
هنتكلم عن اول سرايا هتقابلنا في اول الداخل في القصر، هنجد هو سرايا الاستقبال. سرايا الاستقبال من اسمها ان هو الاستقبال الضيوف، فسرايا الاستقبال هي عباره عن دورين، الدور الارضي فيها حجره التشريفات وحجره استقبال كبار المصلين، والدور العلوي فيها قسمين، القاعه المغربيه والقاعه الشاميه. سرايا الاستقبال هنجد برج الساعة، وبرج الساعة دوت هو كان ليه وظيفة أصلاً للمراقبة أو وظيفة أمنية، بس عشان الأمير محمد علي ما حكمش مصر وكان واسع على عرش وولي عهد 3 مرات فما قامش بهذه الوظيفة، هي وظيفة جمالية. ليه برج شبيه بيه ليه في مصر، في محطة مصر في رمسيس، بيخص الخديوي عباس حلمي الثاني. الاختلاف الوحيد اللي ما بينهم هو الثعبانين الموجودين في عقارب الساعة، هي والبرج دوت على الطراز المغربي الأندلسي. هنجد السبيل، وسبيل هو للسقى ووضوء للمسجد في الصلاة يعني. والمسجد الأثري هو في برضه بعض الطرز الأندلسية أو نموذج أندلسي ونموذج المملوكي. متحف الصيد، متحف الصيد هو انشئ او الحق بالمتحف من بعد ثورة يوليو سنة 1963. متحف معظم الحاجات الموجودة فيه الحيوانات اللي اصطادها الملك فاروق والأمير يوسف كمال. هنلاقي في عبارة اسمها الحياء من الإيمان، وأول ما ندخل من الباب هنلاقي في حجرة اسمها حجرة التشريفات،
الحجره دي فيها طبقين خزفيين. طبقين خزفيين دول اول ما يدخل الزائر في بطاقه تعريفيه بيحطها في طبقين، وفي كونسول كبير عليه دفتر تشريفات بيكتب الزائر كلمه للامير او سبب الزياره. وبعد كده بندخل في صاله او مكان لاستقبال كبار المصلين، زي ما بيبقى موجود دلوقتي الوزراء او كبار الدوله بيقعدوا لحد ما بيقيم الصلاه في المسجد، يقعدوا لحد اقامه الصلاه، وبعد كده بيخرجوا من هذه البوابه للدخول الى المسجد في وقت الجمعه. محمد علي مش محمد علي باشا الكبير مؤسس الأسرة العلوية، الأمير محمد علي هو ابن الخديوي توفيق، ابن إسماعيل، ابن إبراهيم، ابن محمد علي باشا الكبير.